السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. في سؤال على الأذكار لو سمحت، إنه لازم تكون بالصيغة اللي وردت بالضبط. الأذكار الواردة، الأذكار الصباح والمساء. نعم. لازم تكون بالصيغة اللي وردت فيها بالضبط. والله هو الأحسن. طيب وبالنسبة لصيغة التأنيث والتذكير مثلا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، يصير يقول الأنثى وأنا أمتك؟ يقول بعض العلماء نعم ان المرأة تقول وانا امتك، تغير فيها يعني، تغير لاجل المعنى. نعم نعم. وبعضهم يقول لا تبقيها على ما هي عليه، والمرأة عبدة لله. نعم نعم. وتنوي بقولها وانا عبدك اي الشخص. ايه نعم. وجوز التغيير يعني تقول انا امتك، يجوز التغيير. طيب. ويجوز ان تبقيها على ما هي عليه باعتبار الشخص. طيب طيب جزاك الله خير. مذكر كما تعلم. طيب جزاك الله خير.